اعتبر وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن الحراك الشعبي المتجدد الذي تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل في الشأن العربي. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر إن التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران في العالم العربي باهظة، والمواطن الإيراني يعبر عن ذلك باحتجاجه المعيشي اليومي العودة إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربي يمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة. وأكد أن إعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل ومصالح مواطنيها وانسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب. وقال لابد للقوى والميليشيات الطائفية والتي تدور في الفلك الإيراني أن تراقب تطور المشهد، مستقبلها أن تتكيف مع إعادة المراجعة التي ستشهدها إيران عاجلا أم آجلا، فتكلفة المغامرات الخارجية أصبحت أولوية لا يمكن تجاهلها.